وايه هي الخطوات السليمه يا باشمهندس لتصميم ديكور عملي ما يبقاش مكلف؟ كل حاجه بقى، يعني عايزين كل حاجه في التصميم. اولا انا مبسوط ان انا معاكي النهارده، حضرتك تشرفت منورنا يا بمعرفتك، باشمهندس، ربنا حضرتك يخليك. منورنا. الديكور احنا النهارده بنخاطب في الديكور العملاء اللي مش عايزه تارجت مكتب، عايزه تشتغل هي على طول لوحدتها، ازاي تعمل له ديزاين بشكل صح مدروس بشكل مظبوط، ايه القواعد اللي تمشي عليها لده، ايه الحاجات اللي يراعيها، لو التكلفه عنده مش كافيه يخلي باله من ايه. خلينا نتكلم عن العميل اللي مش هيتوجه لمكتب، العميل اللي هو قرر ان هو يعمل المكان بتاعه لوحده. في شويه خطوات اساسيه، المشكله كلها ان العميل علشان ما يعرفهاش بيمشي بترتيب غلط، فده بيوديه لنتائج غلط. فالخطوات دي لو التزم بيها بشكل سليم وكامل هيقدر ان هو يوصل للوحده بتاعته بشكل زي المكاتب، طبعا مش بنفس الجوده لكن على الاقل بالشكل المدروس ده الصح. حضرتك بتتكلم لو انا بنفسي عملت الديكور لبيتي بالظبط اقدر اعمل ده بالظبط بطريقه سهله وما اشيلش. طب الاخطاء بقى اللي هقع فيها، يعني عندي مشاكل كتيره انا، خلينا يعني لو انا نتكلم. مش مهندس او مهندسه مش هقدر اعرف حاجات خصوصا في الكهرباء في السباكه. خلينا نتكلم ان الديكور جزئين، جزء التصميم وجزء التنفيذ. تمام. التصميم نقدر ان احنا اكاديميا ندي شويه نصايح للعميل يقدر يمشي عليها فيوصل لنتيجه كويسه. في الجزء التنفيذي طبعا هيبقى لازم حد او العمال المختصين بالجزء ده، وانا ما بفضلش ان العميل هو اللي يشرف على العمال بنفسه، ممكن يتعاقد مع حد يجي له استشارات بالزيارات لو مش قادر يجيب مهندس بشكل كامل، اشرف فيجي فقط. بالظبط يجي يشرف على العمال اللي هو يجيبهم كل فتره وبيدي له تقرير الخطوات دي ماشيه بشكل صح ولا عليها ملاحظات. فاحنا خلينا نقدر نفيد العميل بالجزء اللي هنفيده بيه، فكره ازاي التصميم يمشي بخطوات صح او يراعي ايه فنيا في التصميم عشان يوصل لتصميم لبيته من غير ما يحتاج مكتب بره لو هو غير قادر على ده. وانا براعي ده ابتدي بايه؟ احدد فرش الاول ولا احدد ماتيريال هشتغل عليها ولا شكل ديزاين؟ ده سؤال ممتاز. اكبر غلطة دايما بيعملها العميل ان هو بيختار ديكورات البيت قبل ما يعرف هيفرشه ازاي. لازم اول خطوة اعرفها قبل اي حاجة، اعرف هفرش المكان بأني طريقة. طيب ده بيتوقف على ايه؟ شوية اسئلة هو لازم يرد عليها في الاول، زي مثلا فكره هو محتاج المكان يستقبل عدد كبير من الناس، بيجي له ضيوف وبيجي له عدد كبير، ولا هو وأسرته عايز مساحات واسعه للحركه وفرش صغير. او لازم حد يبقى عايش عارف مثلا فردين زوج وزوجه لسه بيبتدوا حياتهم في الشقق بالظبط اللي احنا عارفينها دلوقتي كلها الصغيره الموجوده المتاحه عندنا. بالظبط خلينا نتكلم على دول، ده تقريبا هو اللي موجود دلوقتي كتير. بالظبط كان احنا عايزين نعمل لهم مساحة واسعة كمان وينبسطوا فيها ويبقى ديكور حلو وشيك في نفس الوقت. وهي بس الفكرة كلها ان كمان الثقافة المصرية عندها فكرة ان لازم املى المكان فرش، لازم ياخد اكبر عدد ممكن من الاثاث علشان يستقبل اكبر عدد ممكن. طب انت ما بيجيلكش ناس كتير، مساحات الحركة مهمة لازم تراعي ده. عشان كده احنا عندنا جزء شوية بتاع بيت مريح وبيت لا، بسبب ان في بيوت بتفرش بشكل مش مظبوط. فخلينا نقول ان اول خطوه اساسيه انك انت ازاي تختار فرش بيتك بشكل صح، تحدد الاماكن بتاعتك بالكميات بتاعتها، هتحط الكنبه فين، هتحط الكرسي فين، هتحط التلفزيون فين، هتحط السرير فين. فالاول فكر في توزيعه فرش البيت. طبعا ده لو انت ما عندكش تغييرات في احجام الغرف او اماكن الحمامات او ما شابه في المكان. تمام. خلينا نقول بفرضيه ان الشقه انا هفرشها زي ما هي، فأول حاجة أنا بحدد أماكن الفرش، وبعد كده أنقي الستايل اللي أنا عايزه.